خل البصل يا جماعه تقدروا تستخدموا فيه بصل احمر عادي، تقدروا تستخدموا بصل ابيض، تقدروا تقطعوه حلقات شرايح مكعبات بصل قوارمه وتسيبوه مدور صغير. انا مستخدمه بصل قوارمه ومقطعه رباع. لكن فالمهم يعني ان خلاصه الموضوع شكل البصل حاجه ترجع لذوقكم الشخصي، ما فيش فيها صح وغلط. المقادير هتكون كالتالي، احنا النهارده عاملين مخلل البصل مش ابيض، عاملين مخلل البصل اللي بيقول لونه محمر شويه، الناس بتحبه قوي. فهو طريقته بسيطه خالص، وكل موضوع ان احنا بنضيف شويه هريسه شطه للموضوع فبيظبط معانا. كيلو من البصل ايا كان بقى الشكل اللي انتوا عايزينه اتفقنا مفيش مشكله. فلفل اخضر حامي قرون زي ما هو، معلقه كبيره من السكر ولتر من الميه السخنه، كوبايه من الخل ومعلقه كبيره من هريسه الشطه، كوبايه من الملح ومعلقه كبيره من حبوب الفلفل الاسود ومعلقه كبيره من حبوب الكمون. بنعمل محلول من التخليل دلوقتي حالا مع بعض. زي ما قلنا كده، لتر من الميه السخنه، لتر يعني 4 كوبايات. فانا عايزه اضيف الميه السخنه العيار ده نص لتر، فعيارين منه نص لتر يعني كوبايتين، عيارين منه هيديني مقدار الميه المظبوط. مهم جدا ان عياراتنا تكون مظبوطه عشان الملح يكون مظبوط، السكر يكون مظبوط، كل حاجه يكون طعمها مظبوط، ما يبقاش عندي حاجه زايده عن حاجه، الامور اللي انتوا عارفينها. عشان كده بنهتم نعير بدقه. تمام، حطينا هنا الميه السخنه، هاجي هنا اخلط الخل وهرست الشطه، عايزه بس ادوبهم في بعض كويس. وممكن كمان احط معاهم السكر، بس هرست الشطه النقطه الصغيره دي هي اللي بتظبط طعم ولون المخلل. نعم ماشي. يلا الخليط ده هيتضاف على سائل التخليل، لو في اي سكر بقي في الكاب نزلوه، وممكن على فكره تقلبه على طول وسطه، انا يعني بس ايه بحب اوريكم بدقه شويه. وهناخد كمان الملح، الملح مقداره كوبايه، دي اكتر من كوبايه طبعا. ادي الملح، هحط كل التوابل، الكمون، الفلفل الاسود، وعلى فكره هو ممكن يتعمل من غير الحاجات دي خالص لو حابين. وهرفع سائل التخليل ده على النار، كل الحاجات دي هتطلع طعمها مع بعضيها دلوقتي في الميه السخنه. على فكره مخلل سريع وممكن يبقى بطيء شويه، ازاي؟ لو انا حطيت البصل على النار مع سائل التخليل اديته غلوه هيبقى اسرع مخلل في الدنيا. لو انا عايزه مثلا اكله تاني يوم او تالت يوم خلاص احطه ني، براحتكم. الاثنين مفيش فيهم اي مشكله، والاثنين هيدوني مخلل زي الفل. هاخد كده البرطمان بقى وابدا ارصه رص عادي جدا، مفيش رص قوي الصراحه، يعني احنا مجرد هننقل البصل بس فيه، ونحط كده كام قرن من الفلفل. قرون الفلفل طول ما هي مقفوله ما بتنزلش طعم حامي، اول ما افتحه او اقطعه ده اللي هيديني طعم حامي. فانا طبعا سايباه مقفول نظرا لان ممكن يكون حد ما بيحبش الحاجات الحاميه، ثانيا احنا اوريدي عندنا ايه هريسه شطه فمش محتاجين نشطشط الموضوع عن كده. يعني هحط البصل وانا هضرب عصفورين بحجر، وهخليه مخلي البصل كمان بالفلفل. ازاي؟ بان انا هاخد في عندي هنا شويه ميه بصل مش هستغنى عنهم، هنزلهم كلهم، وهاخد شويه الفلفل دول زي ما هما كده يتوزعوا على الوش.
ونشوف كده الخليط بقى عامل ازاي اللي على النار، محلول التخليل اللي على النار لازم نديله تقليبه عشان نطمن ان كل الحاجات المفروض تدوب دابت. عندنا ملح وعندنا سكر، عايزين الاثنين يدوبوا، والاثنين الحقيقه دابوا خالص. وده بالظبط اللي احنا كنا عايزينه. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنصب. انا الحقيقه ما بحبش اصب على طول، بخاف ادلق او ابهدل الدنيا، فهصب في الحوض في كوب عيالي واجي لكم. الشطه مكحكحاني شويه. يلا بينا، استنوا كده، مليينها جامد قوي. السائل بتاعنا اهو زي ما هو كده، هناخد نصب على المخلل. هجيب حبة كمان وصب، اغطي تماما. دول بقى شوية مخلل البصل تاكلوهم ملهمش حل. ايه دي مخلل البصل ده، عايزه اقول لكم يعني تاني يوم يكون جاهز للاكل، ولو حطيناه على النار مع الحاجه في نفس اليوم دلوقتي حالا اهو ناكله مفيش مشكله. نفس فكره الخيار المخلل السريع اللي بنعمله في البرنامج. البصل كيلو من البصل هتقطعوه بالطريقه اللي انتوا عايزينها، ينفع جوليان، ينفع قوارمة سليم، ينفع قوارمة رباع، زي ما انتوا حابين، ما عندناش اي مشكله. وعندنا فلفل اخضر حامي هنضيفه مع البرطمان، جوه البرطمان مع البصل. المحلول بتاع التخليل هيكون عباره عن الميه والسكر والخل والهريسه والملح والفلفل الاسود والتوابل. هنسخن كل الحاجات دي مع بعض تسخينه سريعه، نطلع منهم الطعم ونرجع لهم الحياه. التوابل زيوتها الطبيعيه تنشط تاني من الحراره، وكل النكهات دي بتنزل في سائل التخليل. ونقوم نسقي بيه او نصبه على البصل ونسيبه يتخلل. لو صبناه فوقه بنقدر ناكله مثلا تاني يوم، لو حطيناه يغلي معاه غلوة على النار بناكله في نفس اليوم لحظي اهو دلوقتي، يبقى جاهز معانا.